ما هو أكثر شيء تحبه في الدنيا؟ الفلوس. حلو، طيب من دون الفلوس؟ المال. المال. حبيبي أنت تكلمت عن الفلوس، يعني فلوس والمال ده كله واحد، يعني بدون الفلوس شنو تاني؟ أموال. يا أخوي مال وأموال ده واحد، ترى أموال ده جمع كلمة مال، يعني كله واحد، بدون الفلوس ده شنو تاني؟ مسارق. حبيبي مصاري ده كله واحد. نقود. حبيبي معلش احنا جادين وقاعدين نسألوك شنو تحب بدون ما في ماما؟ ما تحب ماما؟ ماما كويسة. ثروة. ثروة. ركز معي، كله واحد. شيء تاني. كاش. الكاش، الفلوس، النقد، كل واحد. انت مالك هزول، قول لك بدي كاش، ده كل لك اختيارات. وانت ما عندك شغل تاني تحبها مثلا؟ ماما، ماما ما كويسة، بابا، اخوك، ها؟ شي تاني ما عندك الا فلوس. انت قلت لي شنو تهبه في الدنيا، ما قلت شنو تهبه في عيلتك. قول لي في الدنيا ما في. الدنيا دي ما تشمل عيلتك كمان. المال كان يوم يشمل عيلتك. طيب شغل تاني ما عندك؟ مصاري. خلاص يا اخي شكرا، انت ممكن عندك مشكلة حقيقية. انت عندك مشكلة، انت مالك جيت سألتني انت خسران جنو وحصة؟ ها ده يعني هاي الانتيتك ده ما يكفيك؟ فلوس، مال، اموال.